مستمعينا الحلوين على هوا البانوراما فأم ببرنامج على مودك، خلوني أقول لكم أنه صيف السعودية تنفس ما زال مستمر بأجواء جميلة والحلوة. بعض الناس يسألون يقولون شنو اللي تحقق بالسياحة الداخلية إلى حد الآن؟ يقول تقدمت وتطورت السياحة الداخلية بالمملكة بشكل لافت، وخاصة بعد إطلاق مواسم السعودية بالعام الماضي، وانعكس ذلك على الأرقام حيث وصل عدد الزيارات لموسم الرياض وموسم جدة إلى 10 ملايين لكل منهما، وأيضا موسم العيد إلى 5 ملايين زيارة، بينما وصلت عدد الزيارات في موسم الطائف إلى 2.8 مليون زيارة، كما أسهم كل موسم في خلق أكثر من 10,000 وظيفة. وهذا اللي أدى إلى ارتفاع مستوى الإنفاق على الأنشطة الترفيهية والثقافية داخل المملكة بنسبة 12% في العام 2019 مقارنة بالعام اللي قبله. وأيضا تولي المملكة اهتماما كبيرا بتطوير الوجهات السياحية، حيث أقرت الاستراتيجية العامة للسياحة الوطنية وتطوير 37 موقعا سياحيا من خلال 7 وجهات سياحية مختلفة بحلول العام 2022. وهذا الشيء يأتي بمقارنة ب 15 موقع سياحي في 4 وجهات سياحية في الوقت الحالي، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمشمولة في مذكرات التفاهم اللي وقعت فور إطلاق التأشيرة السياحية في سبتمبر 2019، واللي تزيد قيمتها عن 115 مليار دولار. كما أقر مجلس الشورى مؤخرا إنشاء صندوق التنمية السياحي، وهو ما يعزز الاستثمار في البنى التحتية وتطويرها.